المسار المهني كيفاش بدا هو قبل كنت محب للتصوير والاخراج والافلام، كنت كنبحث في الانترنت، كنت كنبحث في يوتيوب. في البداية كان عندي الهوس بالفرجة تحولات وتطورات، يعني من فرجة عادية وكمتفرجة عادية وتحولات لعندي كمتفرجة تحليلية. دونك بعد ما قرينا تكنيسيان سبيسياليزي اوديوفيزيال، انني ما مشيت خدمت، رجعت قريت في الماستر في المدرسة ديال ايباك. الدبلوم في تحليل الافق اكثر باش انني نشتغل مع شركات اكبر من الشركات اللي اشتغلت معها في الاول، خرجت حتى للنطاق العالمي الحمد لله، وخدينا البطاقه ديال مخرج، هو اللي مالا نساهموا حتى في الاغناء الرصيد الفني والثقافي في المغرب. وحاليا ولات كترى واحد الصدفه اللي هي زوينه مع خريجي المعهد، ولينا كنتصادفوا اغلبنا في الاعمال الاحترافيه، وكنفتخروا اننا نقولوا كاملين احنا ولاد ايباك، وحنا كلنا قرينا في معهد واحد وتخرجنا من مكان واحد، والحمد لله سميتنا ولات كتعطى في المجال، ولو ولينا مميزين في المجال.